يسأل سؤال بريء، انظروها ب عين مش عين العاطفة، ابعد عن العاطفة في هذا الجانب، من أي زاوية أنت تشوفها؟ طبعا يفترض أن يكون من الجانب الحيادي التام والنظرة الموضوعية والمنطقية في مثل هذه الأمور، تحتم على الإعلام أن يتعامل ويتعاطى مع مثل هذه القضايا برؤية تثقيفية للاعبين وأيضا حتى لإدارات الأندية، لأنه ما يحدث بصراحة ربما يكون في لحظة يكون فيها لحظة انفعال لاعب، حماس، رغبة، لكن أن تتفشى مظاهر العشوائية والفوضوية داخل توليفة الفريق من خلال مدرب أو من خلال لاعب لا يحترم قرارات المدربين أو الأجهزة الإدارية، أنا أعتقد أنه في هذه اختراق للمبادئ والمفاهيم الصحيحة في نظم الاحتراف. وبالتالي صحيح أنه تحدث هذه الأمور، ولا أقول لك أنها حالة مختصة بملاعب كرة القدم أو الأندية السعودية، أنا أعتقد حتى في الملاعب الأوروبية في مباريات كثيرة حدثت، لاعبين كبار يشار لهم بالبنان، حدث لهم ما حدث مثلا على سبيل المثال إبراهيم بهذه الصورة؟ بهذه الصورة وحدث في أوروبا كثير، ولكنها حالات استثنائية. لكن علينا أن نتعاطى مع الموضوع بنوع من محاولة إيجاد العلاج. أنا أشوف أنه يفترض أن يكون هناك دور إداري ودور فني لتثقيف اللاعبين، تنويرهم، خصوصا في بعض المواقف. يعني احنا قبل يومين طارق تحدثنا عن حركة عمر السومة ورفضناها وشجبنا تصرفه، لأنه حينما تبرز هذه الأمور من لاعب كبير، لاعب يشكل صناعة الفارق في قائمة الأهلي ويظهر في مرحلة حساسة الفريق فيها دخل منعطف الحسم، أنا أعتقد أنه مرفوض التصرف كتصرف. لا، ربما تكون هناك أمور خفية عن الجانب الإعلامي والجماهيري تساهم في ولادة الضغط النفسي والمعنوي يعني تشكل ضغوط على اللاعبين. لكن مهما كانت هذه الضغوط، مهما كانت هذه الظروف، ومهما كانت هذه أيضا المضايقات للاعبين، يفترض أن يتزن اللاعب في اتخاذ القرار السليم، خصوصا أنه يمثل الفريق، لأن مصلحة الفريق تبقى هي الأهم. ممكن. أرجع وأقول أنه على الإعلام الرياضي بصفة عامة، سواء الإعلام المرئي أو المقروء، أن يركز على مثل هذه الجوانب ويوجد لها نقاشات توجد لها العلاج، خصوصا في الجوانب الإدارية. إحنا الآن نتحدث عن ما يختص اللاعبين ونقول اللاعب يخطئ، لكن ربما في هناك عناصر خفية تتحمل تبعات ما يحدث. أنا إذا كان في إداري يعمل ويعبد داخل أروقة النادي على سبيل المثال ويمارس الضغوط والعنجهية على اللاعب، يفترض أيضا أن يكشف على الملأ أمام الإعلام وحتى أمام الجماهير الرياضية حتى تكون النظرة متوازية. مسألة أني أحمل تبعات كلها للاعب، أنا أعتقد أنه في غلط كبير جدا. ممتاز. لأنه أنا خصوصا خليني بعض اللاعبين طارق، لاعبين ما ينفعلون بسرعة ولا يتم استفزازهم أيضا بسرعة، عندهم القدرة على التحمل. لكن أرجع وأقول في بعض الإداريين، وأحطها بين قوسين وأعمم، أنا ما أبغى وشخصنا الموضوع لأسماء معينة، وإن شاء الله أن الرسالة توصل لمن يتمنى أن تصل هذه الرسالة حتى يتوقف عن مثل هذه الممارسات. في إداريين يمارسون العنجهية تحت بذريعة أو تحت عباءة أنهم كانوا نجوم في مرحلة سابقة في أنديتهم، وأي حضور للاعبين معينين ربما يطمس تاريخهم أو يؤثر على تاريخهم. فأنا أقول أنه الإداريين يجب أن يكون لهم مساءلة من قبل السلطة الأولى أو صاحب صناعة القرار الأول في النادي اللي هو رئيس النادي، لأنه مسألة اللاعبين وتأثيراتهم ناتجة عما يحدث من بعض الإداريين. ممتاز. أبو فارس، من أي زاوية تبغى تأخذ؟